إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم تقدم ملتقى التربية، ملامسة لقضايا تربوية واقتراب من نبض التربويين. ملتقى التربية، موضوعات متنوعة ومحاور متجددة وضيوف للحوار. ملتقى التربية. مساؤكم أفراح، أعلام ترفرف، براءة أطفال تردد، تزهو بك الأعوام عاما بعد عام. قابوس يا قلبا على هذا الوطن، بشراك أرواح الجميع بلا ثمن. مساءكم جدة رفعت أكف الدعاء، بيا رب احفظ لنا جلالة السلطان، وردد الأحفاد من ورائها آمين. عاش حبيب الشعب لشعبي بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. عاش حبيب الشعب لشعبي بربه محروس، جميعنا ندعوك يا ربي احفظ لنا قابوس. يا فرحة عمت أراضينا ونور العيد ليالينا، عماننا بالورد والسينا كأنها عروس. عاش حبيب الشعب للشعب، عاش محروس، جميعنا ندعوك يا ربي يا ربي. أبشري قابوس جاء، فلتباركه السماء، فلتباركه السماء. مستمعين الكرام وأحبتنا المتابعين بكل خير وسرور، أهلا بكم معنا في برنامج ملتقى التربية، وحلقتنا اليوم سوف تكون بعنوان بشرانا قابوس. في الإعداد والتقديم سأكون أنا معكم فايزة بنت أحمد السلطية، ويشاركني أيضا في التقديم أحمد بن بارك الدرمكي. أما اللقاءات الخارجية هاشمية بن جعفر الموسوية، وفي الإخراج سيف بن سالم الجرداني. هل الفرح يا سيدي وزانت الدار، من يوم ما يانا النبع عبر الأخبار، شفناك من طيارتك تنزل بخير، والشعب قلب بالفرح هلا قطار. هل الفرح يا سيدي وزانت الدار، من يوم ما يانا النبا عبر الأخبار، شفناك من طيارتك تنزل بخير، والشعب قلب بالفرح حلق وطار، والشعب قلب بالفرح حلق وطار. ملامسة لقضايا تربوية واقتراب من نبض التربويين. ملتقى التربية. أبشري قابوس جاء، فلتباركه السماء، فلتباركه السماء. مستمعينا حلقتنا اليوم تأتي متزامنة مع أفراح الوطن
بقدوم جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه وأمد في عمره. لنعيش معا تفاصيل الفرحة مع مدارسنا واحتفالاتها بعودة مولانا الميمونة. هذه العودة التي أدخلت البهجة والفرح في قلوبنا جميعا. قائدنا وحاكمنا ومصدر فخرنا وعزنا، تعودنا حبك منذ الصغر، تعودنا الشعور بالفخر والزهو فور سماعنا لخطاباتك، تعودنا منك الحكمة والهدوء. تعلمنا منك الكثير من الصفات الجميلة، تعلمنا منك العطاء، تعلمنا منك كيف يكون حب الوطن. فائزة، يعني من خلال هذا الحدث الكبير، هذا الحدث الذي ما أن تناقلته وسائل الإعلام ضج به الوطن، الثالث والعشرين من مارس هو حدث يوازي الثالث والعشرين من يوليو، كيف تلقيت وكيف استمعت إلى هذا الخبر السار والسعيد؟ بكل تأكيد أكيد كانت فرحة كبيرة جدا تغمرني كباقي طبعا الذين تلقوا هذه الفرحة. طبعا أنت عارف أنه جلالته يحظى بالكثير من الحب من أبناء شعبه، من أبناء وطنه، هذا الحب المتأصل الذي يكنه أبناء عمان الأوفياء لقائدهم وسلطانهم. أيضا هذا الشعور طبعا العميق اللي مثله وجوده حفظه الله ورعاه وأمد في عمره. ومعانا طبعا بخصوص هذا الموضوع وهذه المشاعر، ومثل ما عرفت أنت كثير من الاحتفالات التي أقيمت في المدارس وأقيمت أيضا في السلطنة بشكل عام، لدينا اتصال مع الأستاذة ريا بنت سلطان الحجرية من مدرسة شمس المعارف. أهلا وسهلا بك أستاذة ريا. أهلا وسهلا بك لقد فايزة. كيف الحال يا أستاذة؟ الحمد لله طيبين. طبعا أنتوا من المدارس اللي احتفلت أول يوم على طول، طبعا بعد ما سمعتوا الخبر في اليوم الثاني كنتوا من أول المدارس التي قامت بهذه الاحتفالية الرائعة. كيف كانت استعداداتكم لهذه الاحتفالية بهذه الصورة طبعا السريعة؟ كيف كنتوا يعني كيف كانت استعداداتكم؟ كيف استعدتوا للفقرات الحفل؟ يعني ماذا قدمتم؟ بداية استقبلنا الخبر بمشاعر الحب والفرح والترقب، حيث ذرفت أعيننا دموع الفرح وخرت جباهنا سجدة شكر لله طبعاً. على نعمة الصحة والعافية لقائد مسيرتنا حفظه الله ورعاه. آمين. في صبيحة اليوم التالي طبعا رأيت مواقف مؤثرة جدا في نفسي، رأيت الجميع من إداريات ومعلمات وطلاب يتبادلون التهاني بوصول سلطان البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. طبعا وبعدها بدأ طابور الصباح ونادت الحناجر أدري قاعدتها فلتبارك السماء. بعدها بدأنا حفلنا بطاقة شعبية وأهازيج وطنية تعبر عن ما يحمله هذا الوطن من ملحمة في حب وولاء لباني مسيرتها حفظه السلطان قابوس حفظه الله ورعاه. جميل. إذن أنتوا تعايشتوا مع تفاصيل الفرحة في ذلك اليوم، وبالفعل كان استعدادكم أمهات كان أولياء أمور طلبة معلمات إداريات جميعنا طبعا بثينا هذه الروح الطيبة وبثينا هذه المشاعر الجياشة فرحا بقدوم والدنا السلطان قابوس. كنتوا طبعا تترقبوا اللي هي عودة جلالته؟ طبعا نترقبه في كل وقت وفي كل حين. استعداداتنا بدأت من بداية الفصل الدراسي الثاني من بداية يناير لعام 2015. جميل. وعلى طول طبعا أول ما عرفتوا بعودة جلالته الميمونة كانت استعداداتكم الاستعدادات على أتم الاستعداد في أي وقت نترقب هذا اليوم وبكل فرح وسرور. طبعا في اليوم صبيحة اليوم التالي بدأ الجميع
الجميع يعني جاء مستعدا لهذا اليوم بملابسه الوطنية، بوشاحاته، بالأعلام. في بداية الطابور، في بداية الصباح طبعا بدأنا حفلنا على ما تحمله قلوبنا من حب ومشاعر لهذا الوطن ولهذا القائد المعطاء. جميل جدا أستاذة ريا، وإحنا نشكر مشاركتكم وفي هذه الاحتفالية الرائعة، وأيضا طبعا طريقة تعبيركم عن حب هذا القائد، وهذا من حقكم. وشكرا لك وعلى تواصلك معنا في هذا البرنامج. شكرا لك أختي على إتاحة الفرصة للمشاركة للتعبير عن حب. شكرا لك. شكرا. سلام أمين، سلام سلام، وحب أمين كبير دوام. سلام أمين، سلام سلام، وحب أمين كبير دوام. يا سيد الحنان التربية. أبشري قابوس جاء، فلتباركه السماء. أعزائي المستمعين، وتواصلا مع هذه المشاعر الفياضة التي يعج بها هذا الوطن الكبير فرحة بعودة قائده الميمون، معنا اتصال آخر. الأستاذة خولة المعمرية وهي أخصائية أنشطة مدرسية. أستاذة خولة مرحبا بك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، ومساءكم وطن، مساءكم أفراح، مساء الوطن السعيد والفرحان بعودة مولانا حضرة صاحب الجلالة وعمان. ما شاء الله يعني رجع لها روح الفرح مرة أخرى. نعم، هذه الروح الجميلة التي يعني وأنت تتحدثين أستاذة خولة تبدو مشاعرها جلية. بكل تأكيد هذه المشاعر كانت حاضرة داخل المدرسة بين طلابنا، بين معلمينا، بين إداريينا، بين مجتمعنا. كيف تصفين هذه الفرحة من خلال متابعتك وأيضا من خلال حضورك ومشاركاتكم في الأنشطة المختلفة التي تواكبت مع هذا الحدث؟ الحقيقة ما شاء الله يعني أنا ما أقدر أوصف المشاعر اللي انتابتنا. بقدوم حضرة صاحب الجلالة، وإحنا كنا مستعدين من شهر يناير، وخصوصا لما شفنا صورته. نعم. على التلفزيون صار حماس بجميع المعلمات وأولياء الأمور. تفاجأنا يعني بأمانة في صباح اليوم الثاني، يعني الأطفال
بالأوشحة والأعلام والأهالي، بعض منهم كانوا ما شاء الله يعني قادمين مع أطفالهم في المدرسة، وحتى بعض الفقرات أنا صح كنا محضرين من البداية، لكن في فقرات يعني ما شاء الله كانت عفوية قدمت في نفس اليوم، يعني كانت قمة. يمكن أصدق شيء كان العفوية والتلقائية اللي تمت ثاني يوم من بعد عودة صاحب الجرعة على الأرض الوطن. جميل، وهذه العفوية وهذه التلقائية وهذه الروح وهذه المشاعر بالفعل كانت حاضرة أمام الجميع أمام هذا الحدث وهو عودة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه سالما معافى إلى أرض الوطن. وجدنا هذه الفرحة عند الصغار، عند الكبار، عند النساء، عند الرجال، فرحة تلقائية تعبر عن مشاعرها بصور وبأشكال وبأبسط العبارات تارة وبيعني أجل المعاني تارة أخرى. كما تفضلت أستاذ خولة بأن هناك يعني برنامج تم إعداده لهذه المناسبة، ولعل كان هناك ربما مخاطبات أو سبقت للتحضير لهذا المقدم الميمون. نتحدث عن البرنامج الذي قمتم بإعداده وكيف أيضا تم تنفيذه حتى ينقل ولو جزئيا هذه المشاعر. بالفعل يعني من شهر يناير احنا ما كنا كنا نترقب عودة ابونا مولانا قابوس، لكن اللي بهرني بأمانة كان استعداد المعلمات وحتى من قبل اولياء الامور. يعني كان كل واحد في تنافس، الكل كان يريد يقدم فقرة معبرة عن الفرحة هذه، وتنوعت لدرجة كانت عندنا برنامج الحفل مزحوم بالفقرات، متنوعة من قصائد شعر، من الفلكلور وفنون شعبية، قدمت من كلمات من الأطفال لبابا قابوس. جميل جدا. يعني ما لا أستطيع أن أعدد ما شاء الله برنامج الحفل. نعم. نحن نعرف أستاذ خولة نعم، ونحن نعرف بأن يعني المدارس بطبيعتها يعني جانب التنافسية دائما حاضر، فما بالك عندما يكون هذا الحدث بهذا الزخم، فالتنافسية والحرص على الحضور المتميز، الحضور المتأنق في مثل هذه المناسبات بكل تأكيد كان حاضرا. كل الشكر لك الأستاذة خولة المعمرية أخصائية أنشطة مدرسية، وأنتم تحتفلون بهذه المناسبة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمر صاحب الجلالة سلطان آمين قابوس بن سعيد آمين المعظم حفظه الله ورعاه أعواما مديدة. وأيضا نتمنى لكم دائما هذه الروح الجميلة وهذه الوطنية التي يتشربها أبناؤنا منذ نعومة أظافرهم إلى أن يصلوا في 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 مناصب أعمالهم وفي أيضا مسؤولياتهم المستقبلية، فهم أبناء المستقبل وهم جيل عمان القادم. شكرا جزيلا. وأنا أشكر لكم أيضا على هذا التواصل الجميل، ودائما أنتم حاضرين يعني في جميع احتفالاتنا، تكونوا أول الناس يعني في حضور هذه الاحتفالات. أشكركم شكرا كثيرا. شكرا جزيلا. شكرا شكرا. يعني فايزة مثل ما لاحظتي هذه المشاعر الطلابية أيضا التي نقلت من خلال هذه الاتصالات، وربما يعني هناك حالة فعلا تستوقف الانتباه عندما ترى الطفل الذي الآن في الصف الأول وفي الصف الثاني وهو يعيش هذه الفرحة الغامرة، هذه المشاعر، وكأنه من جيل السبعينيات. بالفعل هذا ما رأيناه طبعا، مثل ما شفت أنت أستاذ أحمد اللي هي مواقع التواصل الاجتماعي كيف كانت تتحدث بشكل كبير عن عودة جلالة السلطان قابوس المعظم. يعني كانت الفرحة جدا كبيرة، ما كانت الفرحة مقتصرة فقط أيضا على العمانيين، ولكنها أيضا تعدت هذه الفرحة إلى مواطني دول الخليج والدول العربية.
أيضا طبعا اعتبروا أن هذه الفرحة كانت تشملهم. نعم، وهنا أستذكر فعلا يعني على ذكر الجاليات والمقيمين، أستذكر حضور من خلال زيارات لبعض المدارس الدولية الموجودة هنا في السلطنة، يعني كانت فرحة، كانت عبارات تخرج منهم وكأنهم فعلا أبناء هذا الوطن. هذا الانسجام، هذا التعايش، هذه الفرحة لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت هي كنتاج لهذا الانسجام، هذا النسيج والتعايش الذي يعيشه هذا الوطن بمختلف مكوناته، بمختلف فئاته، بمختلف أطيافه. وكل هذا التعايش وهذا الانسجام وهذا السلام لم يكن إلا بوجود قائد السلام يحفظه الله ويرعاه. استبشري برجالك يا عمان، وافرحي برجل السلام والأمان، فعيدك عيدنا عيد الزمان، أعاده الله علينا كل عام. أبشري قابوس جاء، فلتباركه السماء. أيضا نتواصل فائزة مع متصلين، وهنا في هذه اللحظات معنا الأستاذ علي بن حمد البريكي، وهو مدير مدرسة هلال بن عطية. أستاذ علي، مرحبا بك معنا في ملتقى التربية. أهلا بك أخي أحمد، حياك الله أخي العزيز. حياكم الله وسهلا، ولا حديث هنا سوى حديث الوطن وفرحة الوطن بعودة القائد. كيف احتفلتم بهذه المناسبة؟ الحمد لله رب العالمين، مدرسة هلال بن عطية قسرت ملحمة وطنية عبر بها القلب وعبرت بها الأعين بدموع الفرح. نعم، فقسد الطلاب حقيقة عرضا طلابيا بعدد 200 طالب. نعم، صوروا من خلالها اسم صاحب الجلالة واسم عمان مرتدين علم السلطنة. نعم، فكانت حقيقة يعني لفتة جديدة في هذه يعني أيام الفرح، أيام السعادة. نعم، أيام أعياد. صحيح أستاذ علي، وأنت كمدير مدرسة يعني متابع لهذا الجو العام وهذا المظهر العام من خلال معلمين، من خلال إداريين، من خلال طلاب، من خلال أولياء أمور، بكل تأكيد هناك يعني مواقف، هناك مشاهد لفتت انتباهك أثناء هذا الحدث. نعم أخي عزيزي أحمد، حقيقة يعني من الملفت أن هناك مشاركة مجتمعية من فئات المجتمع. نعم، من الآباء الطلاب، أولياء أمورهم، الأخوة، المجتمع القريب من المدرسة، شاركونا بالفعالية بمجموعة من الفنون الشعبية. نعم، حقيقة يعني بمعنى الكلمة كانت ملحمة حب، ملحمة عهد، ملحمة ولاء وعرفان لمولانا جلالة السلطان. القلوب بحقيقة يعني لا أعرف كيف أكد لك، يعني تتلاطم الكلمات كيف تعبر يعني. جميل، عن معنى حب، عن معنى وفاء. وأتصور أستاذ علي يعني هذه المشاعر وهذه المعاني وهذا الحب بكل تأكيد هو انعكاسات إيجابية في المستقبل القريب والبعيد على بناء ونماء هذا الوطن. بما لا شك في ذلك أخي الحبيب، يعني ما شاء الله يعني أبنائنا أبناء عمان وجدوا أنفسهم في المسؤولية، وجدوا أنفسهم أنهم يكونوا في المقدمة في مسيرة نماء وضعها قائد حكيم هم يتلمسون. نعم، وشعروا بتلك المسؤولية ووضعوا نصب عينهم مستقبل مشرق بعمان. صحيح، التي أشرقت حقيقة يعني بمقدمه الميمون منذ أن حط قدمه المبارك على أرض عمان الطاهرة. نعم، أدرك الطلاب.
صحيح. يعني أنا ما أعرف كيف أوصف لك أخي يا حمد كيف كانت مشاعر الطلاب، اختلطوا مع بعضهم البعض، مع أولياء أمورهم، مع المجتمع، في احتفالية يعني بمعنى الكلمة كانت من القلب. صحيح. ولو رجعنا أستاذ علي بالتاريخ إلى يعني لحظة انطلاقة النهضة المباركة لمسيرة عمان في عام 1970، نستذكر أن الطالب طالب المدرسة الطالب العماني كان حاضرا في الاستقبال، حيث أتذكر في إحدى المقابلات كان هناك أحد المعلمين الذين عاصروا بدايات السبعينيات يذكر لي كيف أن انطلقت هناك مسيرات طلابية لاستقبال صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم الله يحفظه ويرعاه في مسقط هنا. فالطالب نلاحظه من خلال المسيرات اليوم، من خلال المشاهد التي أيضا يعني يجسد من خلالها معاني الحب والولاء والانتماء لهذا الوطن ولجلالة السلطان. نعم أخي الحبيب، إن شاء الله يعني أيضا طلابنا في هلال بن عطية مشاركين في مسيرة تنظمها الولاية، جميع الأهالي شيبة وشبانا نساء ورجالا. نعم. فتية يعني حقيقة هناك إن شاء الله تعالى مسيرة يوم الأحد القادم إن شاء الله تعالى يشارك فيها ما يقارب 100 طالب من مدرسة هلال بن عطية. احنا عشنا الفرحة وعشنا النهضة ووجدنا نقلة في التعليم، نقلة نوعية ونقلة كمية. عشنا يعني فترة فعلا يعني نجد الفارق. صحيح. ونجد ونتلمس هذا الشيء يعني ونتوارثه ونتناقله بين أبنائنا الطلاب وأبنائنا في البيوت. أنا أكلمك حتى فقط على مدى على مستوى نعم. مدرسة هلال، وإنما حتى على مستوى الأسر هي يعني نعم. صحيح. فرحة. نعم. فرحة. صحيح. وهي فرحة كل مدارسنا يعني اليوم بنفس الشعور وبنفس المشاهد وبنفس الفرحة، كل أسرنا كل بيت كل فرد كما تفضلت هي فرحة وطن عارمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديمها علينا. وكل الشكر والتقدير لك الأستاذ علي بن حميد البريكي مدير مدرسة هلال بن عطية. شكرا أخي العزيز، شكرا أدام مولانا. شكرا جزيلا. صانع الأعياد سيكون ما قدمت من أمجاد ألف باء واو سين هاو
ملامسة لقضايا تربوية واقتراب من نبض التربويين. ملتقى التربية. أبشري قابوس جاء، فلتباركه السماء. متواصلين معكم أعزائي المستمعين، ومع هذه الفرحة الكبيرة وهذه طبعا البهجة التي غمرت قلوب كل فرد عماني أو كل مقيم على أرض هذا الوطن. طبعا أحمد، مثل ما سمعت خلال لقاءاتنا أو الاتصالات طبعا اللي أجريناها، كانت بالفعل تحدثوا عن الفرحة وسرور كل منهم يعبر عن هذه الفرحة بطريقة مختلفة، سواء كانت طبعا بنشيد أو بدعاء أو بكلمة أيا كان، أو شعر وغيرها. طبعا بخصوص المقابلات التي أجريت في المدارس أثناء تقاريرك، طبعا أنت عملت تقرير كان جدا جميل حول الاحتفالات التي قامت بها المدارس في السلطنة. كيف كانت طبعا المقابلات في المدارس؟ هو يعني ممكن أنا أقلب السؤال بصورة أخرى. أيوة. حول كيف تلقينا المشاعر التي كانت تغمر هذه المدارس، الفرحة التي كانت تغمر هذه المدارس، أو كيف شاهدت اللي يعني هي المشاهد؟ يعني المشاهد كانت مشاهد، أيوة، كيف مشاهد كانت متأثرين؟ يعني مشاهد حقيقة، مشاهد جميلة جدا، راقية جدا، معبرة، تقر بها العين إن لم تدمع عندما تشاهد هذا الطفل وهو يحرص على ارتداءه لهذا الوشاح، طالب آخر وهو يعني يمني النفس أن يقول ولو كلمة من خلال هذه المقابلات التي كانت تجرأ. أيضا ترى بأن هناك يعني الكل يسعى إلى أن يهيئ لك الجو حتى تستطيع أن تقدم الصورة التي تليق بهذا الحدث. كانت هناك مبادرات، كانت هناك الناس تبادر، والطلبة المعلمين الإداريين دون سابق انذار، دون سابق علم. عندما نأتي إليهم من خلال فريق العمل تجد في العادة أن هناك نوع من التلكؤ إن لم يكن هناك موعد مسبق إلى آخره، بينما في هذه الحالة كانت حالة استثنائية، حالة فرحة وطن بكل ما تعنيه الكلمة. جميل، إذن كانت مشاعر بالفعل صادقة نابعة من القلوب، سواء كان من الطفل أو الكبير. بخصوص هذا الموضوع كانت عندنا لقاءات خارجية قامت بها زميلتنا هاشمية بن جعفر الموسوية، فلنتابعها معا. أعزائي المستمعين، ما زالت أفراحنا متواصلة، وهذا الحدث الكبير، وما زلنا في مدرسة دوحة الأدب ولقانا مع الطالبة. اسمي نسرين جمال، أحب أهني الشعب العماني برجوع السلطان قابوس إلى سلطنة عمان، والحمد لله أنه تم شفاؤه على خير، وربنا يديله الصحة والعافية. الحب قابوس المفدى، والفجر قابوس العظيم، والعمر قابوس الأماني، في مجده تحلو الأغاني وتذوب في قمم القوافي الحالمة. ويسرنا أيضا أن نلتقي مع الطالبة غيداء إبراهيم العجمي. طبعا أحب أهني الشعب العماني بعودة جلالة السلطان قابوس بن سعيد حفظه الله إلى بلده عمان بخير وصحة وعافية. طبعا هذه لحظة لا طالما انتظرها الشعب العماني، وربي يمد جلالة السلطان بالعمر المديد إن شاء الله. اليوم ميلاد جديد، اليوم عيد، اليوم تصهرنا محطات الوفاء، قابوسنا رمز العطاء. ونتوقف الآن مع الطالبة مريم قاسم السيلاوي. مريم، ممكن تهنئة بخصوص هذه المناسبة، إيش الكلمة اللي تحبي توجهيها؟
أحب أهني الشعب العماني إن بعودة السلطان إلى وطنه سالم غانم والله يحفظه لهذا الوطن، وأحب أيضا أهني جلالة السلطان بشعبه اللي يحبه وشوقه كثير كان كبير وباين من الفرحة اللي كانت اللي صارت في الشوارع واللي في المدارس، والله يحفظه إن شاء الله. أيضا أعزائي المستمعين نلتقي مع الطالبة شهد علي العبري. شهد، إيش الكلمة اللي تحبي توجهها بخصوص هذه المناسبة؟ بمناسبة هذا اليوم السعيد حبيت أهني كل مواطن كريم على هذه الأرض الطيبة، وربي يديمها الأفراح والمسرات، آمين يا رب علينا. أعزائي المستمعين، وما زلنا نجوب بين أروقة مدرسة دوحة الأدب ولقائنا التالي مع الطالبة عزة البطاشي. عزة، هل من كلمة تودين أن تقولينها في هذه المناسبة؟ طبعا، رفرف يا علم في السماء دوم، حبيب الوطن عاد لداره، وطير يا طاير وبشر كل محب لسلطاننا عاد لعمان، بقدومه بقدوم سلطاننا عادت روح عمان وعرادت لأهلها. كما يسرنا أيضا أن نلتقي بالطالبة سارة طلال خميس الحديدي. سارة، الكلمة التي تودي أن تقوليها في هذه المناسبة؟ نعم، أنا أهني أول شيء الشعب العماني وأقولهم هذه القصيدة: عيدي يا عمان والفرحة كبيرة، والبسي ثوب الفرح في يوم عيدك، انتي عنوان الفخر في كل ديرة، وانتي درب العز ماضيك وجديدك. احسنتي سارة. كما نلتقي ايضا مع الطالبة مريم بارك الغابشي. مريم، هل من تهنئة او كلمة تقولينها؟ نعم، وهي الشعب العماني بعودة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وهي ايضا سلطنة عمان والشعب والدول الاسلامية جميعها. وايضا مع الطالبة بدور بدر التمتمي. أحب أن أهني الشعب العماني على قدوم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وأتمنى له العمر المديد إن شاء الله. أعزائي المستمعين، كما يسرنا أيضا أن نلتقي بالطالبتين عقائل باسم العبدواني ريما عبد الله مبارك الشنفري. عقائل، إيش الكلمة اللي ممكن تقوليها في هذه المناسبة؟ أول شيء، أنا لطالما قرأت في ديوان دياب بن صخر العامري بيت شعري يقول: بقابوس تزدان الديار وتسعد. والحقيقة أن لم أشعر بقيمة هذا البيت الشعري إلا بعد رجوع جلالة السلطان حفظه الله ورعاه بصحة وعافية، والحمد لله أن جاء هذا اليوم وشعرت بهذه الفرحة العارمة التي اكتستني منذ أن سمعت الخبر البارحة. طبعا واضح الطالب عقائل مشاعر مختلطة بالدموع وبالفرحة وبالابتسامة. الطالبة ريما، هلك أن تحدثينا عن شعورك في هذه المناسبة؟ أولا أحب أن أهنئ الشعب العماني بقدوم حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، وأحب أن أهنئ جميع الشعب بهذه الفرحة، وهي فرحة عظيمة كما رأينا في الوسائل الإعلام بكلمة أبشري قابوس جاء. وطبعا هذه الكلمة تضخ لنا في مشاعرنا الحب والفرح بعودة القائد المفدى السلطان قابوس حفظه الله ورعاه. أعزائي المستمعين، عودة مرة أخرى إلى الاستوديو والزميلين أحمد الدرمكي وفايزة السلطي. نبت مجد على متن القصيد جناح، رجل سابع سما لا حطت قدامه، على وجه الذرة وتهافت الترواح، تسطر نورت مولاي علهامة، تلهفت الطفل قبل الكبير ولاح، سنا برق القوافي تمطر أقلامة. يا مولاي المعظم والوطن لكفاح، شذا ورد تعطر ريحة أخزامه، يا مولاي المعظم والشعر لكساح، وساح الفرح سيل يعصر إرهامه، يا مولاي المعظم والعيون صحاح، إذا تلمح مقامك ضهط الغمامة. رجعت لدارك وصدر الفرح يشتاح، يا نور الصبح خير الدهر وكرامة، عمان المحمل وفكرك صبر ملاح، رسيت بها على شط الفخر قامة، عمان
يدك جعل مفتاح هديت الشعب عز فاق أحلامه رجعت الضاعفت لهفة وطن وارباح وطفل صار يكبر وانت قدامه ولاجلك ما خط شعاري بألواح وصوت روحي قصيد لك نبت شامه وصوت روحي قصيد لك نبت شامه. أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء ملتقى التربية. مستمعينا متواصلين معكم بالتأكيد هناك الكثير من المشاعر لقائدنا المفدى والممزوجة بكثير من الحب والولاء. لدينا أيضا طبعا اتصال مع الفاضل الأستاذ سيف بن حميد المحذوري مشرف أول دراسات اجتماعية المديرية العامة بالمدارس الخاصة. أهلا وسهلا بك أستاذ سيف. أهلا وسهلا أختي فايزة، حياكم الله في هذه الأيام السعيدة والمفرحة على الشعب العماني. حياك الله. طبعا بهذه المناسبة السعيدة أو بما أنك أيضا أستاذ أحد الكوادر التربوية بالقطاع التربوي في سلطنة عمان، هل بالإمكان أنك تحدثنا عن النهضة التربوية بشكل عام في العصر الميمون لصاحب الجلالة؟ اسمحي لي أستاذ، بداية رحب فيكم وأشكركم جزيل الشكر على هذه الاستضافة. بأمانة نحن في هذا اليوم في هذه الأيام السعيدة والمفرحة من الصعب طبعا التعبير عما تجيش به مشاعرنا من الأحاسيس، وبأمانة أنا أغبط كل من يستطيع أن يعبر عن أحاسيسه برؤية قائدنا ولي أمرنا وأبانا بعودة الميمونة، هذا الشخص العظيم طبعا والشخصية الرائعة اللي هي تعتبر مثل أعلى وراقي لكل من يعيش على هذا الوطن الغالي. طبعا نحن يحق لنا كتربويين أن نفاخر بمعلمنا الأول وبقائد بسيرتنا بالسياسة الحكيمة التربوية التي أنارت طبعا طريقنا على هدى واضح وعلى أهداف سامية ومحددة واضحة. بشكل عام نحن طبعا قطاع التربية كغيره من القطاعات الأخرى طبعا حظي بنصيب كبير جدا من التنمية ومن حرص جلالته حفظه الله على هذا القطاع الهام جدا والأساسي واللي يعتبر هو أحد أركان التنمية الأساسية في الدولة. من ذا أن قالنا بداية حفظه الله تعلموا ولو تحت ظل شجرة، هذه المقولة لم تخرج من فراغ ولم يقولها أي شخص، إنما قالها شخص حكيم وعلى هذا الأساس بنى السياسة التربوية بشكل عام. طبعا الكل عارف أن بداية التربية والتعليم في السلطنة بدأت فقط بثلاث مدارس وكان فيها 900 طالب فقط، واليوم الحمد لله رب العالمين لدينا ما يربع 1050 مدرسة فيها ما يقارب أو أكثر من 550 ألف طالب وطالب وطالبة. طبعا هذا كتنوع كمي، أما بالنسبة كتنوع نوعي التعليم في السلطنة خطوات ثابتة وكبيرة، أصبح عندنا تعليم أساسي وما بعد أساسي وتربية خاصة، وعندنا أيضا محو أمية وتعليم كبار، وأيضا المدارس الخاصة أيضا كجزء هام من المنظومة التربوية في سلطنة عمان. جميل. طبعا بالنسبة إذا تحدثنا عن المدارس الخاصة، فالمدارس الخاصة طبعا تعتبر أيضا من القطاعات الهامة جدا واللي تحتضن تقريبا ما يقارب الآن من أكثر من 115 ألف طالب وطالبة. أصبح عدد هذه المدارس الخاصة ما يربو على 400 تقريبا و20 مدرسة خاصة تتنوع برامجها وتتنوع أيضا مخرجاتها ما بين مدارس حالية لغة وصناعية لغة ودولية وعالمية. هذا التنوع الكبير والكم الهائل لم يأتي من فراغ، إنما أتى من حرص قائد ومن فكر مستنير لجلالة السلطان حفظه الله ورعاه.
جميل أستاذ سيف، بس إحنا طبعا أيضا نود منك أن تخبرنا عن مشاعرك أول ما تلقيت خبر عودة جلالة السلطان. كيف كانت ردة فعلك؟ كيف كانت مشاعرك؟ وصف لنا هذه المشاعر. من الصعب بأمانة أنه يجيب عليه أي 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 عماني عاش في ظل رعاية حكيمة وفي ظل عناية أبوية وفي ظل عناية قائد ملهم وولي أمر. بأمانة قبل ما أحسك عن لحظة وصول قائدنا الكبير والعظيم جلالة السلطان حفظه الله، أخبرك عن كم الحنين السابق ونحن ننتظر عودته الحكيمة طول هذه الفترة الطويلة. كان كم هائل من كم كبير من الحنان كان يملأ قلوبنا ويملأ مشاعرنا وأحاسيسنا، ولكن هذا 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 الحنان والحنين لم يترجم إلا عند رؤيته. فاضت مشاعرنا لدرجة أن دموعنا سالت تلقائيا ولم نخجل من سل الدموع. إذا كانت الدموع لقائد وأب انتظرنا طول هذه الفترة، ليس من المخجل إن تدمع عيوننا. بأمانة كانت مشاعر لا أستطيع أن أوصفها ولا أستطيع أن يعني وأطرها في إطار معين، إنما هي مشاعر مختلطة، مشاعر يختلطها الشوق ويختلطها الفرح، يختلطها في نفس الوقت الحزن لأن غاب عن وطننا الكبير لمدة 8 أشهر. ففعلا كانت لحظة إلى اليوم نحن ما زلنا نعيش هذه اللحظة، ونتمنى إن جلالة السلطان الله يشفيه الصحة والعافية، آمين يا رب، ويلبس لباس الصحة والعافية ويكون بيننا دائما في كل اللحظات، لأن هذا الوطن وهذا التراب بدون اسم قابوس لا يعني شيء بالنسبة لنا. هو من بنى هذا الوطن العظيم، هو من تربينا تحت ظله حفظه الله ورعاه. فعفويا يعني احتضن كل واحد منا أهله وأسرته، ونحن نشاهد خروج بالسلامة وبالصحة والعافية، وخرجنا أيضا نفس في المسيرات ونحن نعبر عن 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 هذا، نحاول أن نعبر عن ولو بشيء بسيط. إذن أستاذ سيف، أنت شاركت في حق هذا القائد العظيم بأمان. شاركت في أحد المسيرات؟ والله بالنسبة للمسيرات نحن كنا أمس أيضا في المسيرة اللي كانت عند بيت البركة. نعم. حاولنا قدر الإمكان يعني نشارك ولو جزء بسيط. حاولنا إنه نقول يا سلطان العظيم نحن نحبك، نحن بدونك عمان بدونك ليست هي عمان. عمان نعم. هذه بلدك، عمان هذا بيتك، ونحن أبنائك كلنا. فشاركنا فعلا، وإن شاء الله نتمنى أن نشارك في المسيرة المزمع إقامة إن شاء الله. إن شاء الله الكوادر إن شاء الله. وهي طبعا التربية والتعليم يوم 30 بحول الله تعالى، بحول الله تعالى. وهي طبعا الفرحة ما زالت مستمرة ومتواصلين طبعا، وأكيد عمان هذه الأيام تكتسي بثوب الفرح وكأنها بالفعل أيام عيد. شاكرين لك على طبعا مشاركتك معنا أستاذ سيف، شكرا جزيلا. الله يعطيكم الصحة والعافية، وأن يقيم هذه الفرحة الجميلة والفرحة التي تملأ قلوبنا على بلادنا الغالية عمان، وأن يديم جلالة السلطان رمزا لنا وقائدا وأبا، وأن يكسيه الله سبحانه وتعالى الصحة والعافية، وأن يمد في عمره سنين طوال بحول الله تعالى. شكرا لكم على الاستضافة. شكرا لك استاذ سيف بن حميد المحذوري، مشرف اول دراسات اجتماعيه المديريه العامه بالمدارس الخاصه. ملتقى التربيه. ابشري قابوس جاء، فلتباركه السماء.
أعزائي المستمعين، متواصلين معكم في برنامج ملتقى التربية. فايزة، كما استمعت من خلال المقابلات الخارجية وأيضا من خلال هذه الاتصالات، هناك يعني الكثير من نقاط التي تستوقف المستمع بهذه العبارات التي كانت تتردد، بهذه الاتفاق يعني في 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 الشكل وفي المضمون لهذا التعبير، لهذا الحب. لا يفرقها لا الاختلاف في الأعمار، الاختلاف في الأوطان، فوجدنا المقيم يتحدث مثل المواطن، الصغير يتحدث مثل الكبير، وهكذا هي فرحة يعني توحدنا، فرحة تجمعنا. ربما من ما لفت انتباهي في المقابلات الخارجية يعني الكلمات التي كانت زميلتنا الشاعرة هاشمية بن جعفر الموسوية التي كانت تستهل بها في كل مقدمة أو في كل مقابلة من هذه المقابلات. ولأجل ذلك الأستاذة هاشمية معنا هنا، نرحب بك أستاذة هاشمية، نرحب بك كشاعرة، فأهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك أخي أحمد. الأستاذة هاشمية، للشعراء مشاعرهم ربما التي تختلف أو صحيح، التي يستطيعون أن يؤطرونها بطريقة تصل إلى المتلقي برؤية ربما قد تختلف عن التعبير الذي لا يملك هذه الموهبة الشعرية. كيف تعاملت الأستاذة هاشمية وكيف تفاعلت الأستاذة هاشمية مع هذه اللحظات الوطنية؟ طبعا بداية الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله حتى يبتغي الحمد منتهى. حقيقة كانت لحظات لا توصف وساعات لا تحسب من العمر، لحظات تسجل بماء الذهب وتكتب بماء الذهب أيضا. عشنا أو أنا أتحدث عن نفسي، عشت لحظات وساعات مزيج أو واختلاط بين الابتسامة، بين الدموع، بين الفرح، القلق، التوجس، الخوف. تلقينا عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مجيء صاحب الجلالة حفظه الله، ولكن ليس على يعني الخبر ما كان يعني مؤكد. أيوة، فكنا على خوف وعلى وجل إلى أن حطت الطائرة بصاحب الجلالة. نعم. وكان طبعا يعني كانت لحظات سعيدة جدا. وطبعا من الفرح غمرتنا السعادة طبعا. نعم. وخاصة بعد أن رأينا بأعيننا، بعد أن رأيت بأم عيني صاحب الجلالة وهو ينزل من سلم الطائرة، فكان وقع خطوه كل خطوة كانت تساوي دقة في قلوبنا نحن العمانيين. نعم. يعني جميل جدا، يعني هذه تفاصيل هذا التعميق لهذه المشاعر، وأنا أرى يعني ترتسم على وجهك وأنت تتحدثين، على حركات يدك وأنت تعبرين عن هذه مشاعرها. لابد أن أيضا كانت هناك لحظة توثيق لهذه المشاعر وتلك التفاصيل. أي بالطبع طبعا وثقت هذه المشاعر وهذه اللحظات بقصيدة أقول فيها: فرحة فرحة تحدثني النجوم وتقودني قرب الأماسي قائمة حول الضجيج مواطنا يشدو بأزمنة الشتاء وبها الوعود القادمة. فرحة لتهديني أغاني البحر واليامال أوطانا وعشقا للحياة الناعمة. الحب قابوس المفدى والفجر قابوس العظيم والعمر قابوس الأماني، في مجده تحلو الأغاني وتذوب في قمم القوافي الحالمة. فرحة تعانقني الفيافي والسماء
فاليوم ميلاد جديد، اليوم عيد، اليوم تصهرنا محطات الوفاء. قابوسنا رمز العطاء، في ظله نرقى الكرامة والإباء، ويضمنا عهد مديد. الفكر غنى في رحابك سيدي، والقلب في شغف ينادي قائدي، قابوس شمس لا محال، أكرم به من قائد فذ أبي، تسمو به الأوطان أعلى الرتب، فتفاخرت فيه الرجال. اليوم نلهو في ترانيم البداية، ونعانق الأفراح وردا وهواية. اليوم زاه يرتدي ثوب الأمان، عطر الفجر أساطير المكان، وغدا القلب يرفرف حول أطياف الزمان، يتغنى لعمان، حيث قابوس المفدى جنة تحيا وتبقى في تسابيح الحسان. الله جميل. جميل جدا أستاذة هاشمية بن جعفر الموسوية على هذه الكلمات المعبرة، والحديث بكل تأكيد حديث ذو شجون في مثل هذا الحدث الجميل السعيد، فكل الشكر والتقدير لك ولكل شعراء عمان ومن شاركنا في هذا الوطن العربي والإسلامي الكبير. شكرا جزيلا لك. عفوا أخي أحمد. اليوم ميلاد جديد، اليوم عيد، هذه طبعا بعض الكلمات من القصائد. أنا أحس أن أستاذ أحمد أن الشعراء محظوظين جدا أنهم لهم القدرة أنهم يعبروا بكلمات جميلة بالتأكيد فيها تفاصيل جدا رائعة. بالتأكيد الكثير من المشاعر لقائدنا المفدى والممزوجة بالولاء لهذا الوطن، لكن هنا المخرج يشير إلى انتهاء الوقت، وبالتالي لا يسعنا إلا أن ندعو المولى عز وجل أن يحفظ مولانا جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. ختاما تقبلوا تحيات أسرة برنامج ملتقى التربية، كنت معكم في الإعداد والتقديم فايزة بنت أحمد السلطية، وأنا أحمد بن مبارك الدرمكي، واللقاءات الخارجية هاشمية بن جعفر الموسوية، وكل الشكر والتقدير لمخرجنا الرائع مخرج ملتقى التربية سيف بن سالم الجرداني. ودمتم بحفظ الله. نحمد الله نحمد الله، ردك بخير وسلامة، ردك وردت إلينا روحنا والابتسامة، نحمد الله نحمد الله، ردك بخير وسلامة، ردك وردت إلينا روحنا والابتسامة، نحمد الله نحمد الله، ردك بخير وسلامة، ردك وردت إلينا روحنا والابتسامة، روحنا والابتسامة. نحمد الله نحمد الله نحمد الله على السلامة. سيدي جينا بزمانك نسعد بنعمة أمانك، نرسى في مينا حنانك للمسك فوق السلامة، سيدي جينا بزمانك نسعد بنعمة أمانك، نرسى في مينا حنانك للمسك فوق السلامة. ردك بخير وسلامة، ردك وردت إلينا روحنا والابتسامة، روحنا والابتسامة. نحمد الله نحمد الله نحمد الله على السلامة.